اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسولا. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم واجعل القرآن العظيم لنا يوم القيامة شفيعا وسائقا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعل القرآن لنا حجة يوم القيامة ولا تجعله حجة علينا. اللهم وألبسنا بكرامة القرآن ورقنا في الجنان ببركة القرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم القرآن عاملين ولتلاوته ولحقه من المؤدين. اللهم واجعل القرآن العظيم لنا نورا وفي قبورنا نورا وعلى الصراط نورا وأعظم لنا القرآن. اللهم وإنا نسألك ببركة القرآن العظيم أن تبارك فينا وفي أموالنا وأولادنا وذرياتنا وأهلينا. اللهم وإنا نسألك يا ربنا أن تكتب لنا الخير بالقرآن وأن تكتب لنا الحفظ بالقرآن وأن تجعل القرآن العظيم سائقا لنا إلى أعالي الجنان. اللهم وإنا نسألك ببركة القرآن وببركة ما تلونا وختمنا في هذا المعهد معهد منبع القرآن أن تبارك في هذا المعهد وأن تبارك يا ربنا في مدرسه ومدرساته ومريديه ومريداته وتبارك يا ربنا في الطلاب والطالبات وتحفظهم بحفظك يا خير الحافظين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل يا رب مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في بيوتنا وآمنا يا ربنا في صحتنا وعافيتنا اللهم ببركة ختم القرآن اصرف وادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والمحن وأنزل علينا يا ربنا السكينة والشفاء واجعل يا رب هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وحفظ طلاب هذا المعهد من باع القرآن العظيم ويسر لهم حفظ كتابك يا أكرم الأكرمين اللهم واجر حفظ القرآن في صدورهم كجريان الماء اللهم وإنا نسألك يا ربنا بركة القرآن وبركة ختم القرآن وإجابة الدعاء ببركة القرآن اللهم إن لكل واحد من الحاضرين عندك مسألة فأعطه مسألة وأجب دعوته واستر عورته وفرج كربته وقض بيئته واحفظنا يا ربنا بحفظك ربنا اجعلنا مقيم الصلاة لك ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوة ويا قاضي يا ساتر العورات استر عوراتنا ويا رافع الدرجات ارفع درجاتنا اللهم إنا نسألك من خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.